حصتنا اليوم نحكيو على تشريف تونسي جينا تقريبا خلينا نسميه تشريف هنا من الإعلام الرياضي خارج تونس بالتحديد في الإمارات قناة أبو ظبي الرياضية. زميلنا الإعلامي كريم ترهوني قام منذ أيام بحوار مع تقريبا أفضل الشخصيات الرياضية في العالم، تقريبا أي صحافي ممكن يتمنى أن يحاور شخصيات في المستوى هذا، مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أعظم نادي خلينا نقوله في الكون النادي الملكي. خلينا نعرف أهم كواليس ما صار في الحوار هذا، كيف صار، شنو صار فيه، البروتوكول اللي في الحوار أكيد مهمين برشا الحاجات كما هكا. معنا بالتليفون زميلنا الإعلامي كريم ترهوني. كريم أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك إسلام، تحياتي ليك، تحياتي لكل السادة المستمعين عبد إكسبرس إف إم. إن شاء الله رمضانكم مبروك، كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله بخير، إن شاء الله يا ربي الأمور تتحسن، الوضع الصحي يتحسن في بلادنا وفي العالم أجمع إن شاء الله. نقولوا صحة شريبتك لما زلتوا في الإمارات معلش. إيه يعطيك الصحة، توا عندنا بالضبط ساعة. خويا صحة شريبتك، مالك كريم؟ يعيشك. باهي، تقريبا شفت تصور على صفحتك في فيسبوك أنا مع فلورنتينو بيريز، ظهر لي الصور كانت عاملة شوية هكا حتى بوليميك، رغم اللي كانت على صفحة شخصية لي وقعت تداولها صحيح إسلام. والله هي هو اللقاء صار من مدة مع فلورنتينو بيريز، وأنا قعدت محتفظ بالتصاور، قلت يعني قعدت نستنى في الوقت المناسب ربما باش نحطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني قعدت نستنى في شنو هي الفرصة. من أيام يعني فلورنتينو بيريز كان قد تم إعادة انتخابه أو اختياره وتنصيبه رئيس لريال مدريد، يعني صراحة أن الفرصة اللي أتيحت كوني التقيت به في مدريد في عارينه بين ظفرين في سانتياغو برنابيو، يعني حاجة تعلمت منها الكثير وتجربة ستبقى يعني خالدة في ذهني، لأني عرفت شخصية كبيرة وعرفت ما معنى رئيس نادي ريال مدريد، وشفت العديد من النقاط المهمة إسلام، خاصة على صعيد البروتوكول، لأنه هذا اللقاء صحيح كان من مدة لكن تم التحضير له يعني من فترة، ويعني كانت الأمور فيها الكثير من الاتصالات من جانب ريال مدريد، لأنه كان هنالك شراكة مع إحدى الشركات العملاقة هنا في الإمارات، ويعني فلورنتينو بيريز يعني علاقته مميزة مع الإمارات ومع أبو ظبي. كان هذا اللقاء، وحول اللقاء صراحة يعني تعلمت منه الكثير من الأشياء، ربما الكواليس باش تحطنا في الإطار، باش تحطنا كريم في الإطار قبل الكواليس، في إطار شنو يتنزل؟ كنتوا طلبتوا حوار أنتوما، هو وافق، كيفاش صارت الأمور بالضبط من الأول؟ بطبيعة الحال اسمع، يعني صعبة جدا الحكاية، راهو يعني فلورنتينو بيريز مش موجود يعني واقف كونه يعطي تصريحات، يعني يعني لازم تكون هنالك علاقات مميزة، وكيف ما حكيت لك كما تحدثت كونه علاقته مميزة ووطيدة بالإمارات وبالمستشارين يعني الشركات العملاقة الإماراتية، كان هنالك اتصالات، وفلورنتينو بيريز كل تأكيد يعني رحب بالفكرة، ويعني يوم اللقاء يوم الانترفيو كنا احنا طاقم كامل من ابو ظبي الرياضيه كما عندي توا، مصورين ومخرج وخيره المصورين ومخرج ايضا نبيل مروش، يعني ستة متاع الصباح انا في الوتيل، يعني نحضر في روحي باش سبعة لازم نخرج، وعلى خاطر الوتيل قريب في سانتياغو برنابيو تقريبا 5 دقائق بالسياره، 6 متاع الصباح يعني لانه الاسئله لازم يقع ارسالها للبي ار يعني للمكتب الاعلامي لفلورنتينو بيريز، وشوفوا شنو النقاط اللي سيتم الحديث عليها، وشو كيفاش طريقه طرح الاسئله، يعني الامور كلها مدروسه، فهمت اسلام؟ تعطي اسئلتك معناها من اللون؟ نعم لازم تعطي اسئلتك معناها من اللون. يعني شنو المحاور اللي راح اللي باش يتكلم عليها مش النادي فلورنتينو بيريز، الامور كلها بدقه، الامور كلها يعني لازم تكون مضبوطه. 6 متاع الصباح كيما عندي تو، انا ديجا عرفت بال يعني وقتها واحد يستنى في الموعد، يعني حتى ما فماش نوم، فهمت؟ 6 متاع الصباح التليفون ضرب، كونه هنالك بعض النقاط اللي تحدثت فيها كلموني عليها يعني المكتب الاعلامي لفلورنتينو بيريز، كونه بعض النقاط هنالك كان تحوير
في بعض النقاط وبعض الأسئلة. سبعة توكلنا على الله، خرجنا يقول السبعة سبعة ونص، وصلنا غاديك قبل يمكن ساعة ساعة ونص من الانترفيو. قعدنا نحطه في السيت اب وفي الكاميرا وكل شيء. المخرج اللي معايا نبيل مروش، كونه يعني مميز من الناحية الفنية، فهمت إسلام؟ يعني كان شيف أونجل حب يحط فيه المقعد متاع فلورنتينو بيريز. المكلف بالبروتوكول في ريال مدريد جاء بكل أدب لكن بنبرة يعني ما فيهاش نقاش، فهمت؟ ما تناقشونيش فيها. كونه رئيس النادي لازم يقعد قدام التروفي متاع الشامبيونز ليج الكبار الجدد اللي تحصل عليهم ريال مدريد في السنوات الأخيرة. نبيل جبش المخرج حب يعني يقنع السيد المكلف بالبروتوكول، قال له يعني من فضلك هذا هو، هذه هي النواميس المعمول بها، رئيس النادي او الرئيس the president لازم يقعد او يجلس في هذا المكان وراه من خلفه التروفي نتاع الشامبيونز ليج. وصل يعني فلورنتينو بيريز، دخول الدخله نتاعو يعني هدوء ابتسامة قبل كريم، قبل وصول فلورنتينو بيريز خلينا نسألك، انت قلت لي حاجة بدلوا لك شوية في الأسئلة مسيج، خلينا نعرف شنو مثلا بدلوه لك. لا يعني فما حاجات إسلام يعني ما نقفوش عليها، يعني كونه فما حاجات الأسئلة، يعني فلورنتينو بيريز كما قلت لك يعني شخصية، حتى كي مش يقولوا لك نبدلوا نبدل الأسئلة لازم نبدل الأسئلة، فهمت؟ يعني مانيش باش نناقش فيه الموضوع. واضح. يعني شخص أو رئيس نادي يفرض الهيبة والاحترام بكل صدق. تخلي للقاعة بهدوء. ساعة قبل ذلك كان هنالك تهيئة، كون الرئيس على وشك الوصول أو يعني جماعة البروتوكول، كأنك في بلاط ملكي، فهمت؟ كأنك في بلاط رئاسي بأتم معنى الكلمة. وصل سلم علينا واحد واحد، بدأ باش يقعد وكل شيء. بعد بدينا في باش نبدأ الانترفيو، قال لي أنت منين؟ قلت له أنا راني من تونس، I'm from Tunisia، أنا من تونس ونعيش في الإمارات من مدة، أبو ظبي رياضية من تونس. قال لي تعرف كان عندنا لاعب في من تونس هو صالح النجري، قالها باللكنة الإسبانية. والله هذا رسالة ونقطة مهمة جدا، يعني كيفاش الرياضة تخلي تعرف بشعوب وتعرف ببلدان ما تعرفش. يعني حسيت إحساس كبير وقتها، يعني صالح ماجري صراحة الباركور اللي عمله خلى انطباعات بيه يوصل ريال مدريد ومن بعد الانبياء، أما رئيس النادي أكيد يعرف تونس، ربما ثقافة عامة، يعني تونس ما هيش بعيدة برش على مدريد أو على إسبانيا، لكن مباشرة كي قلت له تونس قال لي عندي كان ملاعبي في ريال مدريد صالح ماجري. هذه قاعدة الحكاية في ذهني، كونه الرياضة في أعلى مستوى كيف ما توه، يعني السبور هو اللي يعرف بالبلدان وهو اللي يعطي بريق للبلدان حتى في الأوضاع الصعبة، كما نشوفوا توا ما شاء الله في الـ في الـ في اليونايتد ستيتس، أونس جابر قاعدة تتألق وأينما مرت قاعدة تتألق، والرياضيين خاصة في الرياضات الفردية نتمناو كونه مزيد من الإحاطة بهم، ولو أنه هذا قوس كما نشوفوا كم لو شفنا من مدة كونه المصارعين كيفاش تأهلوا للأولمبياد، وإن شاء الله يلقاو كل الدعم، لأنه الرياضة هي اللي تزيد تعرف بشيء كبير من الإيجابية ببلادنا. صحيح، ما نتصورش يعرف رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، لكنه يعرف الرياضة، الرياضي صالح الماجري كريم ظهر لي لهنا. لازم الدولة تعتني تحط الرياضة في أولوياتها، خاطر ظهر لي آخر أولويات الدولة في تونس هي القطاع هذا. نعرف حتى في مجلس النواب فماش حتى لجنة مكلفة بالرياضة، دونك المهم جدا إنه الرياضة تكون أحسن وجهة حتى سياحيا تعرف بالبلاد هذه. والله يا اسلام انا الامور هذه ربما ما نتعمقش فيها وما نتطرق لهاش، لكن اهم شيء كونه مزيد من الدعم ومزيد من العنايه بالرياضيين، وخاصه السبورتيف نتاع يعني الرياضات الفرديه. وديما نقول الرياضات الوحيده اللي باش تخلينا نوصل في المحافل ان شاء الله، توا صالح اوكي باسكيتور ما شاء الله عليه وقام بكثير من التضحيات، نتمناه نهار من نهارات يكون عندنا ملاعب كبير في الفوتبول او في الهاندبول كما تعودنا، اما في المحافل الكبيره في الجوز اولمبيك بار اكزامبل
الرياضات الوحيدة اللي ممكن تنورنا هي الرياضات الفردية، خاصة الرياضات القتالية أو ربما المبارزة بالسيف كيف ما صار قبل، لكن الرياضات القتالية يعني مثل المصارعة مثل البوكس اللي صراحة مثل ما شاهدنا مؤخرا في التصفيات في تونس المصارعة وقديش من مصارعة ومصارعة إن شاء الله باش نشوفوهم في الجوز الأولمبيك. على كل كانت يعني هذه ربما يعني بعض الجوانب للقاء فلورنتينو بيريس. يتكلم بسلاسة، يعرف خفايا كل شيء أكيد، يعني عنده خلفية على الأسئلة، لكن السيد هذا هو اللي يعني هو اللي وصل ريال مدريد للمكانة هذه من الناحية التسويقية كبراند في العالم. من يوم اللي خذا فيه مقاليد تسيير النادي عام 2000 ريال مدريد عمل قفزة يعني غير عادية في البراندينج، يعني كاسم كماركة في العالم. أنفق الكثير لكن ريال مدريد أصبح يعني علامة علامة بمليارات الدولارات، وزي ريال مدريد يعتبر من أغلى الأزياء أو من أغلى القمصان في العالم من ناحية التسويقية ومن ناحية الشركات الراعية ليه. صحيح، فمش حدث أخرى قعدت في بالك كريم من اللقاء هذا؟ والله إسلام السيد يعرف من الكواليس خاصة يعرف شنو يعمل. السيد هذا يعني يعرف بالضبط شنو ما هو الطريق اللي قاعد يسلكه رفقة ريال مدريد من أيام كان يعني إعادة انتخابه، وربما بعد 4 سنوات يصبح قريب من 80 سنة قد يعطي المشعل لأحد الوجوه الشابة ريكالمي، وهو رجل أعمال صغير في السن يعني في مقتبل العمر، لكن أيضا من الشبان الواعدين في ريال مدريد. من ناحية الكواليس هذه هي الكواليس، يعني كونه أكثر شيء كونك تتعلم تتعامل. يعني أنا تعلمت يعني هذه الأندية لها هيبة، توصل برنابيو لوحده هو هيبة، ثم الإدارة والمكان اللي صار فيه الحوار وطريقة التعامل، ورئيس نادي يتعامل كونه بين ظفرين، كونه رئيس دولة، فهمت يعني، وخاصة ريال مدريد كيفاش يتم التعامل والمستشارين اللي معاه ومكتب البي آر يعني العلاقات العامة والمكتب الإعلامي وما إلى ذلك، يعني كل شيء يتم أو تتم إدارته بحرفية عالية جدا، ما فماش ولا شيء متروك للحظ. كريم، عملت برشا حوارات انت مع نجوم عالمية برزهم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، نكيد برشا اخرين، فاش يختلف فلورنتينو بيريز، فاش يختلف في الحوار هذا عليهم؟ قوة الشخصية، قوة الهيبة اللي يفرضها عليك الشخص هذا، تحس البوفوار إسلام، تحس قوة الشخصية، تحس الهيبة، تحس البوفوار في شكل هادئ. هو إنسان يعني كل وقار وكل احترام، محترم جدا، لكنك الابتسامة هذيك الخفيفة وراها الكثير من القوة خليني نقول. وأيضا يعني عنده باك جراوند مالي كبير، وعنده يعرف ايش يعمل السيد. تحس البوفوار في ابتسامة فلورنتينو بيريز الخفيفة. نستناو حاجة أخرى من العيار هذا إن شاء الله. والله إن شاء الله توها كيف ما تعرف يعني الأمور يعني وقت الكوفيد إن شاء الله الأمور تتحسن أكثر إن شاء الله. يا ربي تكون هنالك أنشطة أخرى. مؤخرا صحيح هوني في ديسمبر في السوكر جلوب أورس التوزيع، حفل توزيع جوائز ضخم أقيم هنا في دبي في الإمارات. التقيت بليفاندوفسكي نجم بايرن ميونشن، وايضا لقاء يعتبر يعني اعتبره لقاء مميز مع لاعب كبير، كذلك مع عده شخصيات اخرى في الجلوب سوكر اووردز. لكن انا اتوقع كونه ان شاء الله تتعدى هالايام هذه
ترجع الدنيا إلى عادتها، وإن شاء الله يا ربي يعني تكون هنالك لقاءات أخرى وانترفيوات أخرى. على فكرة أنا تحدثت على قبل ما ننسى إسلام على الرياضات الفردية من أسبوع، كانت هنا بطولة عالمية للجوجيتسو، هذه الرياضة القتالية اللي قاعدة تلقى في رواج كبير في العالم وأصبحت لايف ستايل. عندنا بطل عالمي تونسي هو حسن موسى، وأيضا مركز ثالث في فئة السيدات لهاجر جليلي. هذه هي الأمور، يعني مثل هذه المحافل يعني الرياضة دائما تعطينا دفع إيجابي، وإن شاء الله مزيد من الإنجازات ومزيد من النجاحات لرياضتنا إن شاء الله. لرياضتنا الرياضيين أيضا، ولك أنت كريمة الترهوني، كنت سعيد جدا باستقبالك وحضورك معنا اليوم في زون ميكس على إكسبريس إف إم حول كواليس لقائك بفلورنتينو بيريز. شكرا لك إسلام، سعيد جدا بهذه الإطلالة معكم مع قناة إكسبريس إف إم الإذاعية. تحياتي لك، تحياتي لكل زملائك ومستمعينك أيضا، وإن شاء الله نلتقي عن قريب إن شاء الله. أعطيك صحة كريم، هكا نكملوا زون ميكس اليوم. شكرا أماني بناصر في الإخراج، أيضا الناصر السيكري في الإخراج الرقمي، محمد بسعيدي أيضا كان معنا في الأعداد. أجمل تحية.